السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبة وطالبات الشهادة الاعدادية، اهلا بكم معنا في فيديو النهاردة الخاص ب paragraph about what can we do to make life at our community better. هنكتب باراجراف عن ماذا يمكن أن نفعل لنجعل الحياة في مجتمعنا أفضل. السؤال ده يا جماعة أو الباراجراف دوت من اليونت نمبر 3 الوحدة الثالثة، والسؤال ده يا شباب برضو جه في محافظة بني سويف الترم الأول 2022، فتعالوا مع بعضنا نشوف هنحله إزاي. أول حاجة بنكتب مقدمة خفيفة كده بسيطة نمهد بيها للموضوع بتاعنا، فاحنا ممكن نقول هاي everybody، اهلا بكم جميعا. I am really pleased، هنا pleased بتساوي happy. I am really pleased، انا فعلا انا بجد فرحان ومسرور. To write about life، اني اكتب عن الحياة at our community، اكتب عن الحياة في مجتمعنا. طبعا هنقول ان كل واحد فينا في المجتمع له دور. We all have roles at our community، كلنا لنا أدوار في مجتمعنا. كلمة roles معناها أدوار. We must، يجب علينا إن إحنا نتعاون سويا عشان نخلي مجتمعنا سعيد. We must work together to make our community happy. لازم نعمل إيه تاني؟ لازم نتعاون عشان نحل المشاكل في المجتمع. We must cooperate، احفظوا يا جماعة الفعل cooperate معناها يتعاون. We must cooperate، نتعاون ليه؟ To solve problems، لكي نحل مشاكل. المشاكل at our community يعني في مجتمعنا. We must give a hand، احفظوا يا جماعة التعبير ده، give a hand، give a hand، give a hand يعني يساعد، بتساوي help. We must give a hand to those who need help، لازم نساعد هؤلاء الذين يحتاجون للمساعدة. We must be kind، يجب أن نكون عاطفين. And helpful to others، يجب أن نكون عاطفين وخدمين تجاه الآخرين أو للآخرين. طب ندي مثال كده لإزاي إحنا نساعد الآخرين. For example، يعني على سبيل المثال، We can help disabled people، يمكن أن نساعد الناس المعاقين. If you see someone blind، خلي بالك blind جاية صفة بعد someone، ما ينفعش أحط blind وراها someone. If you see someone blind، لو أنت شفت واحد ضرير واحد أعمى، you should help him، لازم تساعده. تساعده في إيه بقى؟ cross the road، في عبور الطريق، or take a bus، أو إنه ياخد الأتوبيس. We should help clean our streets، لازم نساعد في تنظيف شوارعنا. We also can donate money، donate فعل من الأفعال الجميلة يا جماعة، معناه يتبرع. We also، احنا أيضا can donate money، ممكن نتبرع بالمال. For making gardens، لإنشاء حدائق. طب ازاي؟ By planting trees، بإن احنا نزرع أشجار. If there is a problem of traffic، لو في مشكلة مثلا في المرور، students، الطلبة، can work together، ممكن يتعاونوا مع بعض، to repair roads، لإصلاح الطريق، لإصلاح الطرق، ويمهدوا الطرق. We must teach our children، لازم نعلم أطفالنا how to make streets clean، إزاي نجعل شوارعنا نظيفة. وممكن برضو بدل ما نستخدم make ممكن نقول keep، نعلم أطفالنا إزاي يحافظوا على نظافة الشوارع. We must tell people about danger of rubbish، لازم نخبر الناس بخصوص خطورة القمامة. Rubbish should be collected، القمامة يجب أن يتم تجميعها. And put in a special area، وتتحط في مكان إيه؟ مكان مخصص. ليه بقى؟ To avoid diseases، عشان نتجنب الأمراض.
In this way وبهذه الطريقة we can make life ممكن نجعل الحياة at our community better ممكن نجعل الحياة في مجتمعنا أفضل. ده يا جماعة الباراجراف الخاص بيه ايه اللي نقدر نعمله عشان نخلي لايف الحياة at our community في مجتمعنا better يعني أفضل وأحسن. دي مجموعة من الأفكار اللي ممكن تستعينوا بيها وممكن برضو تستعينوا بأي أفكار أخرى جميلة برضو في كتابة جمل مناسبة لهذا الموضوع. إلى أن نلتقي في فيديو قادم لكم منا تمام التحية والتقدير، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو حتى تعم الفائدة. انتظروا منا كل جديد من شرح وحل امتحانات 2022 كلها الترم الأول والترم الثاني إن شاء الله على قناتنا. Thank you very much and goodbye.